وينضم معنا من بغداد السيد عمر الفرحان عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا ومرحبا بك. بداية، قتيلان خلال الساعات 24 الماضية وعشرات المصابين في محافظة البصرة، ما تفسيركم لما يجري؟ مرحبا بك. منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات السلمية في العراق، والمركز يتابع في قلق أحداثها أول بأول، ومن خلال الرصد والمتابعة فإن التعامل الحكومي مع المتظاهرين سواء في عام 2014 في المحافظات الوسطى والغربية والشمالية أم في هذه المحافظات من عام 2018 في المحافظات الجنوبية والوسطى كان التعامل سيء للغاية ويندرج ضد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعمد التعامل بها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2013 وإلى اليوم. ومن هذه الإجراءات والانتهاكات هي الاعتقال التعسفي والقتل العام والتغييب القسري والتهديد والتعذيب وغيرها من الممارسات الخطيرة، وهذا يدل بالدليل القاطع على منهجية الانتهاكات ضد المدنيين العزل. ولاحظه في يوم الثلاثاء باعتقال 15 مدنيا في ناحية الحويرة شمال البصرة فضلا عن الاعتداءات على الممتلكات الخاصة، وهذا بجملته أدى إلى قتل مدنيين اثنين دون أي مبرر أو مسوغ قانوني. وبحسب الإحصائيات التي ذكرتها مفوضية حقوق الإنسان الحكومية فإن هناك يعني أكثر من 1500 شخص معتقل إلى اليوم منذ بدء الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، فضلا عن مقتل 16 مدنيا في نيران القوات الحكومية والأمنية، وهذا بجملته يدل على أن القوات الحكومية والحكومة الحالية غير جادين تماما في أن تتعامل هذه وفق الحضارة ووفق المنهجية الديمقراطية التي ادعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بأن هذه الديمقراطية هي الوجه الصحيح في العراق، وبالتالي انتكست وخابت هذه الادعاءات في صف المتظاهرين والمدنيين العزل بنيران القوات الحكومية، وكل هذا ينصب في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان في العراق. إذا كانت التظاهرات محمية بالقانون وحكومة العبادي تدافع عن حق التظاهر كما تقول، لماذا إذن تلجأ إلى اعتقال تعسفي بحق متظاهرين سلميين وتلجأ إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم أيضا؟ نعم، يعني هذه الاعتقالات التعسفية كما يذكرها القانون لأنها بغير حجج قانونية وبغير مذكرات قانونية، وتقوم بها القوات الحكومية في غفلة وفي بعيدا عن الإجراءات الصحيحة، وهذا ما تقوم به القوات الحكومية منذ عام 2003 وإلى اليوم، وهذا كله يندرج تحت الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان في العراق. وهذه المذكرات تعتمد على الوشاية وتعتمد على الكثير من الادعاءات الباطلة بحسب ما ذكره قانونيون وذكره أيضا يعني رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم والمسؤولين الأمنيين بأن هذه الاعتقالات هي انتقامية وغير قانونية، وبالتالي فإنها لا تمس إلى القانون بشكل صحيح، وهذا ما يفوض الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بأن يأخذ التدابير اللازمة في حماية المدنيين من بطش القوات الحكومية والحكومة. نعم، كان معنا من بغداد عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.